النتيجة لا زالت 1-0 كما قلنا في بداية الماتش. الوفاق الصيفية عندما يصل إلى النهائي لا يخسر، عندما يصل إلى المباراة النهائية لا يخسرها، بينما كرة ملعوبة خطيرة متابعة للشباب، فرصة التعديل، تسديدة، جول جول. سجل الأحمر، سجل الشباب بالوزداد، يؤكد على أنه الصعب، يؤكد على أنه الصعب. هو هو من غيره يا عمور، عمور يصل إلى الشباك، عمور يعدل النتيجة، عمور يجعل الأمور تتغير في هذا التوقيت بالذات، قبل نهاية المباراة بثمان دقائق، قبل نهاية اللقاء بثمان دقائق، فرقة الشباب بالوزداد يجعل الأمور صعبة. هو بوتفليقة سينتظر الدقيقة 90، المباراة التي ستكون مفتوحة وممكن أن تصل إلى ركلات الترجيح. هذا هو عمور، عمور راح لوحده، انطلق في اللقطة الماضية. يا عمور، عمار تألق حموه، عمور لوحده سدد كورة مرت من أمام ثلاث لاعبين. النتيجة 1-1 والأمور ستسير بهذه الطريقة. التعادل 1-1 والأمور ستكون صعبة للفريقان في آخر الومضات. هذا هو بالوزداد، الشباب ضغط بكل ما لديه ورمى بكل ثقله على دفاعات الوفاق الصيفي، هو وصل إلى الشباك. مع الضغط يأتي الانفجار، ومع عمور عمار يأتي هدف التعادل بهذه الطريقة. قنطرة صغيرة بين أقدام أحد مدافعي نادي